شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عنيفا على النائب العام ووزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، وصفا إياه بالضعيف بسبب تراجعه عن الإشراف على تحقيق فيدرالي في احتمال التواطئ بين فريق حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فضلا عن ما أسماه ترامب بفشله في ملاحقة هيلاري كلينتون في قضية بريدها الإلكتروني. وجاء هجوم ترامب عقب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكر أن ترامب بحث مع مستشاريه إمكانية استبدال سيشنز.